يعني امور الرقابه. شنو الرقابه؟ الرقابه انه يراقب، صح، بما انه يراقب يحق له انه يعني يكشف، صح، الخلل. وين الخلل؟ ان كان في النواب، ان كان في الوزراء، ان كان في الحكومه، ايا كان، هذه وظيفته، صحيح. ولا ليش تم مراقبهم على هالموضوع هذا؟ فالرجل اقول لك برايي وبراي الكويتيين، اعتقد هذا وانا واثق منها يعني الاغلبيه، انه مظلوم في هالحجه هذه، انه ينشطب في موضوع انه والله اثبت للكويت وللشارع الكويتي انه على حق. هو ما ظلم ولا باق ولا اختلت ولا تهجم على حد، هو تكلم في موضوع يقين، تكلم وكشف اسرار مصرفيه كما ذكر البنك وكما رفع. نعم، ولكن على حق. احنا نرجع ونقول على حق، ان الشيك اللي طلعها على اي سند، على اي بند طلعها؟ على انه في شيك طالع من رئيس الحكومه الى احد الاعضاء او الى احد ايا كان يعني. صحيح. فالرجل يبي يثبت الشيء هذا انه غلط. صح. استاذ عبد العزيز، احنا شفنا يعني بغض النظر عن يعني حيثيات الحكم، لكن احنا صدر حكم الحين قضائي. انا معاك، صدر حكم. ليش يعني المعارضه تطالب بتطبيق القانون، تطبيق الاحكام القانون واحترام محمد الان لما يطبق القانون على احد اعضاء او نواب المعارضه؟ شفنا يعني قامت القيامه عندهم اليوم واججوا وسنخرج الشارع وسننسحب من الانتخابات. ليش يعني انت لا تحسبني انا من المعارضه يا محمد، انا بعطيك اياها للامانه. لا لا، ناخذ وجهه نظرك. ما تطلع المعارضه الى الشارع على يقين، انا باذن الله تعالى يعني اني ما اكون مختفي الكلمه هذه، الا على حق. تبي توصل صوتها الى ابعد مدى، ان هي مظلومه، ان هي مضطهده، ان هي يعني مثل ما نقول يعني هاضمين حقها، فما تطلع المعارضه الى الشارع الا على حق. ليش تطلع الشارع استاذ عبد العزيز ما دام ترضينا؟ حلو. ترضينا يعني حلو. حكم حلو. احنا دوله مؤسسات وحكمنا قضاء محمد. يعني الجا القضاء، القضاء حكم عليك ويفصل القضاء في القضيه. انا معك يا محمد، احنا قلت لك احنا ملجانا بعد الله سبحانه وتعالى القضاء، اكيد ما نختلف عليه هذا نهائيا. انا ما اكلمك على القضاء، انا اكلمك على موضوع ثاني اهم. تفضل. ايش معنى في هالوقت هذا اختاروا فيصل وحده؟ ايش معنى في هالوقت هذا هم مع احترام لهم الحكومة، على فكرة الحكومة حكومتنا مو حكومة غريبة أو أجنبية، صح. ليش في وقت الانتخابات عملوا هالضجة هذه؟ حكم صدر عليه أنا معاك. أمس صدر. حلو عليه. أنا معاك. هل يعقل أن بني آدم يترشح ويطلع عليه حكم والحكم برأيي أنا برأيي أنه هو على حق وينظلم في شطبة؟ فهذه جريمة، أنا أعتبرها جريمة، مو جريمه. بس للعلم استاذ عبد العزيز، الجلسه ترى محدده من قبل اشهر، قبل لا يحل المجلس يعني في تاريخ وفي تاريخ وفي يوم وفي في في شهر، واحنا ما نختلف على هالامر هذا. ولكن في وضع الانتخابات البني ادم، انا اتكلم على الناخب ايا كان، على عفوا على المرشح ايا كان، عقب ما يترشح يا اخي في مجال انك انت تشوف اراء، تشوف كشفه، تشوف سجله، تشوف بياناته، تشوف، تقدر انت تاخذ قرار فيه خلال هالايام. ولكن تعطيه مجال و لم يصدر عليه حكم الا امس. اذا انت يا الحكومه تفعلين او تشبين الفتيل على غير داعي. هذا رايي انا اكلمك. انا اكلمك بوجهه نظر الحكومه، تقول يعني اول لم يكن عليه حكم، الحكومه واجبها تقوم، صدر عليه حكم. انا معاك، صدر عليه حكم قضائي امس، ونحن طبقنا القانون، ولجنه فحص الطعون اوصت بشطبه، ووزير الداخليه اليوم اتخذ طيب القرار. هل احنا بين بعضنا، هل سالنا ليش المعارضه طلعت على الدكتور؟ ليش احد افرادهم انشطبوا قبلها بيوم 14 مرشح ما حد. انا معاك، بس هذا ممكن هذين لهم امر ثاني، لكن الدكتور فيصل والله يمكن شهادتي في مجروحه للامانه يعني، ولكن اتكلم كلمه حق ترضي رب العالمين وترضي الشارع الكويتي وترضيني انا اولا، اعوذ بالله من كلمه انا، ان الدكتور على حق
وما ما احنا شايفين ما احنا شايفين محمد اخوي ما احنا شايفين غلط. نحترم وجهه نظرك والله لو شايفين غلط اقسم بالله العظيم نقول انه غلطان، بس ما احنا شايفين غلط نهائيا عليه. صح. رجل نائب رقابي عليه انه يطلع الحقائق للمواطن الكويتي عشان يكشف الحقيقه لا اكثر ولا اقل. هذا الموضوع كله ترى صحيح. الدكتور النائب السابق ولي الطبطبائي اعلن انه سينسحب من الانتخابات، هل تتوقع انا اقول الله يهديه الدكتور ولي الطبطبائي وان شاء الله باذن الله انه يتراجع عن كلامه، لان فعلا البلد محتاجه لهالشخصيات العظيمه العظيمه. انا اعتبره رجل عظيم للامانه يعني رايي يا محمد عشان ما اظلم نفسي واجامل صفقة انتخابية لا أنا ما أعرف فيها الأمور نهائيا. هو التيار بروح وأنا الحمد لله بروح، ولكن أنا أنظر له أن أبو مساعد وليد الطبطبائي الدكتور يعني رجل يخاف الله. أنا ما أبي لكن أتوقع ينسحب. أنا هذه والله ما أدري، أنا أتركها الناخبين وإن شاء الله أنا بإذن الله تعالى أتفائل أنه خير أنه يرجع وليد الطبطبائي مرة ثانية للانتخابات. أتوقع يعني هل ندخل في نفق مظلم يعني لا إن شاء الله محمد الأول الأمور في المرحلة القادمة الكويتيين والله العظيم ثم الله هذه ثقة عمياء ما يختلفون عليها اثنين. يا أخي الدول الثانية قاعدة تنظر لنا وتحسدنا على هالديمقراطية الطيبة هذه العظيمة. من شوه الديمقراطية؟ ما حد شوه الديمقراطية، إحنا مجرد نختلف بين بعضنا هذه تحصل في أي بلد، لكن الاختلاف يصل الى حد يعني انت ما شاهدناه في انت ما رضيت في الديمقراطيه يا محمد، احنا ما دام رضينا في الديمقراطيه نرضى على جميع سلبياتها وايجابياتها. فالديمقراطيه فيها مثل قرقعه المواعين، فيها مثل طبخه تحط عليها ملح ان كانت ما هي طيبه ما هي ما الى اخره. فالديمقراطيه تشمل وفيها من الامور الكثيره اللي تريحك وتفيدك و لكن مضره ما فيها ان شاء الله. لكن استاذ عبد العزيز يعني الديمقراطيه كنا نعيشها يعني من تاسست الكويت الى اليوم ما شفنا مرحله اشد من المرحله اللي مضت، يعني مرحله يسمونها السياسيين مرحله سوداويه في ديمقراطيه. هذه الالقاب انا واحد من العالم ما احب اعوذ بالله اليوم الاكشر اليوم هذا الاسود. لا هذا مو واقع، هذا مجرد احنا بين بعضنا نقول هالكلمات لنعبر عما في داخلنا، ولكن هو الواقع اللي يقول ان الديمقراطيه حلوه في الكويت واحنا متمسكين فيها واحنا نبيها واحنا مرتضين فيها. فالديمقراطيه شجعك على تفاؤلك هذا. لا انا اتكلم معك في واقع يا محمد ما اجامل، يعني الديمقراطيه ما فيها مضر، صدقني لو فيها مضرات ما رضينا فيها، ولكن الديمقراطيه حريه للشخص يعبر وياخذ حقه في الكامل و يكون مرتاح البال وكثيرة أمور يقدر يعبر عنها، لكن بحدود طبعا. صحيح. أنا أرجع أقول لك بحدود ما هي. لكن أستاذ عبد العزيز اليوم شفنا المعارضة يعني اجتمعت، وأتوقع يعني المرحلة المقبلة إذا ما يعني تم شطب فيصل مسلم يعني ولم هو حاليا تم شطبه لكن إذا لم يأخذ باستشكاله اللي سيعمل فيه أنا أولا أتوقع تعزيم سياسي قادم. لا إن شاء الله ما من تعزيم إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولكن احنا الكويتيين قلوبنا على بعض ونحط دائما بعد رب العالمين اميرنا وديرتنا وشعبنا ومستقبل عيالنا ومنهجنا كله هذا. فمحمد اخوي تدري الغلط وين للامانه اكلمك؟ مو في التنظيم والكل، احنا عندنا غلطه كبيره. انا كوني يعني مرشح اقولها لك اشوفها في الكل والكل يشوفها فينا، ألا وهي التعليم. أنا أرجع للتعليم. تفضل. يا أخي أنت إذا تبي تنمي، أنا ما نحتاج عماير ومباني وتعطيني فخفخة في الأم، أوكي هذا ممكن شيء احنا محتاجينه بالعقل، لكن أنا أتكلم في منطق، المنطق شو يقول؟ ربي لي هالفكر هذا الجيل اللي هو الفرد الكويتي نميه تنمية صالحة مفيدة. يا اخي هني تشعر ان بني ادم بعيد عن الطائفيه، بعيد عن القبليه، بعيد عن امور كثيره احنا ما ودنا نتطرق لها، لكن انت من تنمي الفرد الكويتي صح وتعطيه المعلومات تغذيه صح، هني تطلع انت بناتج. صحيح. ترى في يعني خلل في التعليم الموجود في الكويت الحين حاليا. فيه خلل واضح في التعليم الكويتي يا اخي، يمكن توهم الحين يطلعوا
بالمومري او شيء الفلاش مومري هذا اللي يشيله الطالب بعد ما شال الحمل على ظهره وبعد ما شال كتب وبعد ما احنا على فكره احلى ما في حكومتنا عسى الله يحفظها طبعا ها كل يوم لنا قانون احنا كل يوم لنا قانون تقعد من النوم لا اله الا الله انت بقانون جديد الا وهو طبقه صح. طيب يا جماعه خلونا ناخذ نعطي انت طبقه بعدين صار شغلنا مثل العسكريه طبق صح. بعدين تشك هذا غلط هذا الشيء غلط اما يكون في تبادل فكر وتبادل راي وتبادل اراء ورؤيه رؤيه صالحه في البلد موجوده والله العظيم يا محمد انا اشوف الشعب الكويتي كله امانه صح. ولا اجامل فيه الامور هذه اشوف الشعب الكويتي كله مثقف واعي فاهم صحيح يعني ما في من التخلف بعد بعد المرحله الاخيره كلهم صاروا فضل الله بعد. فضل الله سبحانه وتعالى ما عندنا تخلف هذا التخلف صح. مو عند الامانه مو عشان ادافع عن هذا حق اني ادافع عن بلدي ووطني وشعبي لكن انا اتكلم في حق ان ما شاء الله اكثرهم المثقفين في الدكاتره المحاميين المستشارين المهندسين يعني عندنا طاقه فهمت. كبيره وبالذات الشباب انا اتكلم عن الشباب الكويتي اعطوه مجال اعطوه يدخل في مراحل التجارب اعطوه مراحل التحديات لا تحكمون عليه ان هذا لا مو وضعه لازم يجيني واحد اكبر منه مفهوميه التنميه هذه غلط صحيح التنميه اما التنميه عشان ناخذ وقتنا كامل معك ننتقل لموضوع اخر اليوم الصحف يعني ركزت على بيان وزاره الداخليه ضد البدون وتظاهرات البدون وذكرت يعني في لهج اول مره اشوفه يعني المتظاهر لا يلوم إلا نفسه هل تتوقع وزارة الداخلية ستتعامل بعنف مع المتظاهرين بدون قدم أنت سمعت بالمثل اللي يقول يجرح ويداوي صارت حكومتنا يجرح ويداوي أنا جدش شلون يعني في البدون يا أخي البدون ترى ما يبي لها خطة وقلم ولابتوب وتجيب لي دكاتره من برا ومعال ما يبي له نهائيا يا اخي شنو الحل بوجهه نظرك؟ عنده حق عطى ما عنده حق وكله هذا المفهوم الصحيح ليش التاخير هذا كله؟ انت انا اسال الحكومه في هالموضوع هذا وحكومتنا واعيه وفاهمه وعارفه ترى ما في بدون طلع فطره من الارض ولا وجهه نظرك انت شنو السبب؟ وجهه نظري انك 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 تنهي المساله هذه خلال ايام قليله ولا تقعد لها شهور وسنين كثيره لانه قاعد يتكاثر وكله على تراكم البلد. صحيح. والبلد تتحمل الشيء هذا ترى على فكره ترى يعني دشوا في البدون دش في العائله الكويتيه من الى اللي صحيح. تزوج واللي توظف واللي جاب عيال واللي توفى واللي لاحق ياخذه واللي بنى مستقبله على هالبلد. صحيح. وبلدنا بلد الخير. ما تظلم احد نهائيا والله يا محمد واحنا هل تتوقع حل قريب لهذه القضيه؟ ان شاء الله نتامل خير باذن الله تعالى اذا بس نطلب من اخواننا البدون الله يحفظهم والله يخليهم والله العظيم ان بحياتنا بكل امان نظرنا حق البدون والكويتي في فرق بينهم اثنينهم متعادلين للامانه لكن احنا نطلب من رب العالمين ثم من حكومتنا انها تاخذ الموضوع بجديه ما تاخذه بالادراج لا انطر بعد القرارات الاخيره اتوقع في جديه من الحكومه لحل هذه القضيه ان شاء الله نتامل خير نتامل خير يا محمد ان شاء الله استاذ عبد العزيز عندنا موضوعنا الاخير موضوع الصحه اللي سمعنا يعني في الاونه الاخيره مرض السحايه اليوم يعني في تناقض كبير اليوم مدير مستشفى الصباح يؤكد عن وجود حاله سحايه والصحه تنفي يعني مدير المستشفى يؤكد والصحه تنفي هذه ما صارت بوزارات هذا الخلل اللي فينا شوف محمد دائما اذا في بيتك تحكمه وتعرف الغلط وين تداريه وتعالجه قبل لا ينتشر ايا كان المرض ايا كان فبالك حكومه مع دوله حكومه مقتدره يعني الحمد لله رب العالمين احنا بخير احنا دائما احنا نقول احنا بخير وان شاء الله نصير للافضل وبخير يا اخي كل الموارد الطيبه موجوده عندنا صحيح فضل رب العالمين كل الامور الطيبه موجوده لكن شنو السبب الخلل اللي الخلل دائماً. عندنا انه ما في تفاهم قاعد اقول لك في العقليه لا انتم انا اطلع بطل اي لا انتم اقول الموضوع هذا غلط لا انتم هذا يعارضني لا هذا غلط احنا يبقى عندنا المعارضه صارت بطولة ها يعني. فالمعارضه تدري وين دشيت؟ ما دشت ترى في الطب وفي مجلس الامه وفي المعارضه دشت الحين بالبيوت داخل
اي والله العظيم مثل ما اكلمك، خليك من ما اتكلم عن الدواوين، اتكلم عن العوائد الكويتيه. الاسر صارت فيها صارت مشاكلها وين تغلت، ومرض ينتشر، مرض ينتشر معروف عنه الله يبعد.